ينضم إلينا جاكي خوري، خبير في الشؤون الإسرائيلية من الناصرة. أهلا بك سيد خوري. بعد الهجوم الإيراني اليوم، نحن أمام مرحلة جديدة كسرت فيها قواعد الاشتباك المعهودة بشكل كامل، إن كنت تتفق. ما هو عنوان هذه المرحلة؟ أعتقد أن عنوان المرحلة أننا لا نستطيع أن نتكهن بالخطوة القادمة، وهذه جزئية يعني لابد أن نعترف حتى على مستوى مراقبين ومتابعين ومحللين، وتيرة الأحداث وسرعة الأحداث لا تعطينا حتى إمكانية أن نقول هنالك سيناريو هو الذي يعني يمكن أن نرجحه على سيناريو آخر. فقط إذا نظرنا للأسبوع الأخير ووتيرة الأحداث بدءا من عملية الاغتيال للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والتوجهات التي جاءت بعد ذلك، والآن نتحدث عن توغل بري إسرائيلي إذا كان محدود أو غير محدود لا نعلم كيف سينتهي في الأراضي اللبنانية لأول مرة منذ العام 2006، أيضا الاستهداف الذي كان في العاصمة اللبنانية بيروت من ناحية زخم الأحداث وعمليات الاغتيال، الشخصيات التي تستهدف إذا كان في الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، بمعنى كل شخصية الآن تعتبر أنها في موقع مسؤول إذا كانت على مستوى حزب الله أو أي فصيل فلسطيني هي في بنك الأهداف. ويأتي اليوم الرد من قبل إيران مباشرة بهذا الكم الهائل من الصواريخ البالستية، ومنها ما اخترق الأجواء الإسرائيلية فعلا. الآن واضح أنه سيكون رد إسرائيلي، إسرائيل أعلنت عن ذلك رسميا من خلال كل القنوات وأيضا من خلال البيان الذي صدر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. السؤال كيف سيأتي هذا الرد، بأي عمق، بأي حجم، ما هي المنشآت التي ستستهدف، وهل يمكن لإيران مثلا أن تستوعب وتمتص هذه الضربة كرد فعل، أم هي ستدخل في رد فعل على رد الفعل، وعندها أعتقد من الصعب جدا أن نتكهن إلى أين تذهب الأمور، خاصة وأن الشعور العام أن كل ما يعرب بدول عظمى ودول كبرى ودول لديها تأثير ونفوذ على الطرفين يبدو أنها بعيدة الآن عن إمكانية الضغط لمنع يعني تصعيد الأمور أكثر وأكثر. إذا كانت الولايات المتحدة فعلا ضالعة في عملية التنسيق والترتيب وكذلك الدفاع عن إسرائيل بالبعد العسكري والاستراتيجي وأيضا في إطار توفير الأمن، هل هي أيضا ضالعة في أي اتصالات مباشرة وغير مباشرة لمنع التصعيد وفقدان السيطرة تماما على المنطقة؟ أعتقد يعني هذه الأسئلة الكثيرة التي نطرحها هذا المساء، هنالك العديد من الاستفسارات والاستفهامات، ولكن الأجوبة للأسف أقول قليلة جدا في هذه المرحلة. اعتقدنا أن هنالك مسعى أمريكي لتهدئة الأمور ومنع التصعيد وخفض كل مستوى تصعيد على مستوى المنطقة، خاصة ونحن نقترب من الانتخابات الأمريكية. واضح أن إسرائيل ليست في هذا المسار على الأقل مرحليا، وكل ما حددناه من مواعيد يمكن من شأنها أن تخفف التصعيد حتى على مستوى إحياء الذكرى الأولى لما حصل في 7 أكتوبر. كل هذه الأمور الآن تبدو وكأنها تتبخر بسرعة أمام هذه يعني الدراما التي نتابعها خاصة في الساعات الأخيرة.